السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هيكون الفيديو عن لقطة كانت في ماتش الزمالك والمريخ السوداني في دوري ابطال افريقيا 2023 في دور المجموعات، طبعا اخر مباراة في دور المجموعات. انتهت المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 4-3، بعد ما كان طبعا سير المباراة كان 2-0 للزمالك، بعدين المريخ بقى كسبان 3-2، وبعدين المباراة اتقلبت والزمالك كسب بنتيجة 4-3. وطبعا لما كان الزمالك كسبان 2-1 في اللحظة دي كان الجماهير فرحان، طبعا عدد قليل ولابسين اسود، طبعا اول مرة اشوف جماهير الزمالك تبقى لابسة اسود، جماهير الزمالك المفروض بيلبسوا ابيض تيشيرت النادي، كان الجماهير فرحانة. بعدين المريخ لما بقى كسبان 3-2 الحالة اتغير، الجماهير لقيتها بتتحرك في المدرجات ولقيت عملوا الشكل ده، طبعا الوش الغضب ده معروف، الجماهير مش عاجبها اداء الزمالك، مش عاجبهم النتيجه لما كانت في الماتش 3-2 للمريخ السوداني، فمش عاجبهم اي حاجه بتحصل في النادي. وطبعا احنا شايفين في الفتره الاخيره الزمالك مفكك. وفي الاخر المباراه طبعا زي ما قلت النتيجه للزمالك طبعا 4-3، فالجماهير اكيد حالهم اتغير بعد ما كان 2-0 واتقلب 3-2 للمريخ، وبعدين دلوقتي 4-3 والمباراه فاز بها الزمالك فوز معنوي. طبعا مباراة مش مؤثرة خالص في دوري ابطال افريقيا، الزمالك خرج من البطولة والمريخ السوداني كمان خرج من البطولة، مباراة مفتوحة اهداف كتير، لكن يعني ده مش وقت ان الزمالك كان مستواه يتعادل، مستواه يتعادل كان من الاول خالص من بداية اول مباراة في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات. نستعرض دلوقتي ترتيب الزمالك في المجموعة بتاعته بعد ما فاز النهاردة على المريخ. دلوقتي الزمالك بيحتل المركز الثالث والمريخ المركز الرابع والاخير بخمس نقط، وطبعا الزمالك المركز الثالث زي ما قلنا بسبع نقط، فخلاص هو الموضوع اتحسم من البدايه للترجي وشباب بلوزداد هم اللي تاهلوا للدور ربع النهائي. اما الزمالك والمريخ ودعوا البطوله رغم الفوز النهارده، لكن خلاص الامور اتحسمت من البدايه، وطبعا الزمالك كان من البدايه المفروض كان الاداء يبقى احسن لانها بطوله دوري ابطال افريقيا بطوله قويه جدا، فالزمالك المفروض فريق كبير المفروض كان يركز في البطوله دي انه يعني يحاول يكسب في المباريات، لكن طبعا ما حلفهمش الحظ، وطبعا التفكك اللي احنا شفناه في الفترة الاخيرة اثر على اللعيبة في الملعب المباريات اللي خسروها طبعا، فكل ده لازم نتيجته انهم يخرجوا من البطولة. بس وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، اتكلمنا فيه عن لقطة جماهير الزمالك في مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري ابطال افريقيا 2023 في دور المجموعات، طبعا كانت اخر مباراة زي ما قلنا والزمالك ودع البطولة. فيارب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.